90% ديال الفرقه، هذا الشيء اللي تيخلي يعني ساهم بشكل كبير في النجاح ديالكم، لان باش تخلي الديفونس ديالك ولا حتى اللاعبين اللي تيكونوا امام ديالو يعني تيكونوا مرتاحين. لان اخر الاخر المقابله رجعنا تقريبا في من واحد كارثه كتوقع بحكم يعني انفراد ديال المهاجم ديال الاهلي اللي تصدى لها فجوه قويه في الراس. يعني هذيك خلاتنا اننا هي السبب خلاتنا باش نرجعوا في المقابله. خو ابراهيم ما خدمتي هذيك اخو ابراهيم خدمتي